الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من خلفهم فقال الذين آمنوا إن الخاسرين لن يخسروا أنفسهم عليهم يوم القيامة ألا أرأيت الظالم في عذاب مقيم ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالم لما رأوا العذاب يقولون هل هذا إلا مرد من السبيل فتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من خلفهم فقال الذين آمنوا من الخاسرين لن يخسروا أنفسهم عليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين يدعو من يدعو إلى ما لا يضره وما لا ينفعه فذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه فبئس المولى ولا بئس العشير إن الله يجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها إن الله يفعل ما يريد فمن كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فلينظر بسببه إلى السماء ثم يقطع فلينظر هل يصيب أن كيده ما يغيب وكذلك أنزلنا آيات بينات وأن الله يهدي من يريد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر